سين سؤال: مين أكبر 10 دول في العالم فيها مساجد؟ أهلا بكم في سين سؤال. رغم منع بعض الدول إقامة مساجد على أراضيها، إلا أن يوجد في العالم حوالي 3,600,000 مسجد منتشرين في جميع قارات العالم. وفي الفيديو ده هنستعرض أكبر 10 دول فيها مساجد في العالم من الأقل للأكثر. رقم 10، اليمن. في المركز العاشر اليمن، بعدد 50,000 مسجد منتشرة في أراضيها، احتلت اليمن المركز العاشر من أكثر دول العالم فيها مساجد. رقم 9، المغرب. أما المغرب فجت في المركز التاسع بين أكبر الدول اللي فيها مساجد بعدد 51,000 مسجد. رقم 8، إيران. بعدها إيران في المركز الثامن ب 58,000 مسجد. رقم 7، تركيا. وجت تركيا في المركز السابع بين أكبر الدول من حيث عدد المساجد بعدد 83,000 مسجد. رقم 6، السعودية. بعدها تيجي السعودية بعدد 94,000 مسجد، وده يخليها في المركز السادس بين أكبر الدول من حيث عدد المساجد. رقم 5، مصر. وتيجي مصر في المركز الخامس بين أكبر الدول من حيث عدد المساجد بمساجدها اللي بلغ عددها 108,000 مسجد. رقم 4، باكستان. بعدها باكستان في المركز الرابع بعدد 120,000 مسجد. رقم 3، بنجلاديش. أما بنجلاديش فبتيجي في المركز الثالث بين أكبر الدول من حيث عدد المساجد وتضم 250,000 مسجد. رقم 2، الهند. ورغم أن عدد المسلمين في الهند مش أغلبية، لكن عددهم كبير جدا، وعشان كده جت الهند في المركز الثاني من حيث أكبر عدد من المساجد فيها بعدد 300,000 مسجد. رقم 1، إندونيسيا. إندونيسيا مش بس أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، لكن كمان هي أكبر دولة فيها مساجد، فبتتصدر إندونيسيا قائمة أكبر 10 دول من حيث عدد المساجد بعدد 405,000 مسجد. وقبل ما ننهي الفيديو، في ملحوظة أن بعض الدول فيها عدد كبير من المسلمين زي نيجيريا اللي 60% من سكانها مسلمين، لكن ما فيش إحصائية دقيقة بعدد المساجد فيها، ولو انضمت للقائمة يمكن الترتيب ده هيتغير. وصلنا لآخر الفيديو. برجاء إذا حسيت أن الفيديو ده أفادك أو أضاف لك معلومة، ما تبخلش علينا بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.